السلام عليكم، يعطيكم العافية هندسة. إن شاء الله اليوم راح نناقش مجموعة من الأسئلة على شابتر 2. الباشمهندس محمود البطش ناقش معاكم اللي هو شابتر 2 وجزء من شابتر 3. اليوم إن شاء الله هنعمل مراجعة سريعة للي شرحه الباشمهندس محمود البطش، فلازم تكون أنت حاضر في فيديوهات الباشمهندس عشان إيش تكون فاهم إيش قاعدين بنشرح. راح يكون إن شاء الله يا شباب في كويز يوم السبت القادم، يعني اسبوع، كمان اسبوع راح يكون عبارة عن ايش؟ كويزين، يعني هيتم احتسابه ككويزين يا شباب. راح ننزل مواعيد اخر الاسبوع حاد. خلينا نبدأ في المناقشة ان شاء الله يا شباب. اول شيء يا شباب احنا راح نتكلم عن ايش؟ عن حركة ايش؟ الجسيمات يا شباب. اول شيء انواع الحركة وكيف ممكن تتحرك الجسيمات، المسار تبعها. ممكن يا شباب اول شيء انه الجسم يتحرك ايش؟ في خطوط مستقيمة. يعني تكون عندنا الحركة عبارة اما خط، اما تكون خط افقي، خط او تكون ايش عباره عن ايش حركه راسيه، يعني ممكن تكون في عباره في خط ايش يا شباب مستقيم. تمام، لما يكون عندنا الحركه في خط مستقيم راح يكون عندنا في راح يكون يا شباب التسارع، اما يا شباب راح يكون عندنا التسارع اللي هو متغير، او بكون عندنا التسارع يا شباب ثابت، او بكون عندنا التسارع زيرو. لما يكون عندنا التسارع متغير يا شباب واعطيتك معادله، يعني وهذا تم فيها بتيجي يعني كتير في كويزات او في الامتحان، يعني ممكن انا اعطيك معادله لمين؟ للديسبليسمنت، للازاحه. من الازاحه لو اشتقيتها بطلع معادله مين؟ السرعه. من السرعه لو اشتقيتها بطلع التسارع، وبالعكس لو انت عندك معادله التسارع كملتها بتطلع السرعه، كملتها بتطلع مين؟ الازاحه. تمام، وعندك هان كمان نفس الاشي، في عندك كمان هذه حالة بدك تحفظها، راح نعلي عليها مثال في اخر المحاضرة من اسئلة الواجب، انه بقول لك انه احنا كيف قلنا الازاحة لو اشتقيتها بتديك سرعة، بعدين بتديك ايش؟ تسارع. طب لو بدي اربط انا بين ايش؟ بين السرعة والتسارع، بس ايش؟ بدلالة ايش؟ يعني السرعة بدي في يعني، والتسارع بايش؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة للازاحة. وكملت الطرفين بيساوون بعض يا شباب، راح ناخد عليه مثال في الاخر. هذه ممتلكوا ذاكرين. بعد هيك يا شباب ممكن انه ايش يكون التسارع عندك ثابت، ولما يكون التسارع ثابت بدك تطبق على القوانين الثلاثة هذول اللي اخذتوهن، يعني اخذتوهن في الفيزياء قبل هيك واخذتوهن يعني في اكثر من مرة، اللي هو السرعة الفي بتساوي السرعة الابتدائية زائد التسارع في الزمن. فهذه القوانين لازم تكون عارفها. لما تيجي للقانون هذا الاس اللي هي الازاحه قلنا بيساوي الاس نوت ايش؟ الازاحه الابتدائيه. تمام، انت يمكن قبل في بعض المراجع او بكتبوا ايش؟ عدل بقول لك الاس او دلتا اس بيساوي في نوت في تي زائد نص اي في تي تربيع. اللي هي عباره ايش الدلتا اس؟ عباره عن اس الابتدائيه النهائيه وهنا اس الابتدائيه. يعني لو انت عندك جسم تحرك من هذه النقطه لهذه النقطه. لو انا عندي المرجع حاد فراح يكون عندي الاس الاولى هذه النهائيه اللي هي هذه، واس الابتدائيه اللي كانت ايش؟ هذه. فدلتا اس اللي هو الفرق، واللي هو اصلا القانون ايش بيجيب لي؟ بيجيب لي يعني الازاحه، يعني الفرق بين النقطه من البدايه للنهايه. فعشان هيك اما انت يعني على حسب القانون هذا بتكتب ان هذه اس اللي هي قلنا للنهائيه، هنا اس الايش؟ الابتدائيه، زائد في نوت في تي زائد نص اي تي تربيع. او في ايش بكتب لك؟ بكتب لك انا دلتا اس، خلص بقيم الاس نوت وبكتب هنا دلتا اس، يعني ايش؟ الفرق بين البدايه والنهايه. هي نفس الشيء يعني، لو ليش؟ لانه دلتا اس عباره عن اس ان هي ناقص الابتدائيه وبتيجي هان في القانون. تمام؟ ونفس الشيء القانون الثالث، ولما يكون عندنا يا شباب الحالة الخاصة أن يكون عندنا التسارع بزيرو. إذا كان عندنا تسارع بزيرو يا شباب راح يكون عندنا إيش راح يكون؟ راح تيجي للمعادلات هذول الثلاثة وتيجي تعوض بدل التسارع بزيرو، راح تلاقي إنه السرعة إن هي بتساوي السرعة إيش الابتدائية، يعني السرعة هتضلها إيش؟ ثابتة. يعني لما يكون عندنا التسارع زيرو راح تلاقي إنه السرعة دائما عندك إيش؟ ثابتة. لما تيجي لهذه المعادلة تشطب التسارع هتلاقي انه الاس بيساوي اس نوت زائد ايش؟ في نوت في تي، اللي هي عباره عن الازاحه راح تساوي ايش؟ السرعه في الزمن، اللي هو القانون اللي احنا بنعرفه دائما.
لما تقول جسم قد ايه قطع مسافة بتقول له ايش سرعته في الزمن. هذا ما يكون التسارع ايش يا شباب؟ ثابت. تمام. نيجي نشوف اللي هو مجموعة من الأسئلة. نمر بسرعة يا شباب. وجينا يا شباب يعني هاي أنا إيش بقول لك، في بارتيكل بديك إيش اللي هو معادلة بالسرعة اللي هي علاقة بين السرعة وبين إيش الزمن، هي السرعة بتساوي 400 ناقص 16 تي تربيع. وبدو إياك تحسب إيش، وبدو إياك تحسب اللي هو الديسبليسمنت اللي هو دلتا أس، وبدو إياك تحسب مين الديستانس اللي هي المسافة. طب لقيت يا شباب ايش الفرق بين اللي هو الازاحه والمسافه؟ لقيت لو افترضنا هذا انتم عارفين يعني الازاحه، يعني افترضنا انه هاي النقطه A وهي النقطه B، او هاي المسار واحد تحرك بهذا الاتجاه بعدين رجع بهذا الاتجاه وهي النقطه B. لما نحكي الازاحه راح نحكي الازاحه اللي هي من النقطه A لنقطه B اللي هي هذه المسافه. اما المسافه فهي طول المسار اللي سلكه الجسم، يعني الإزاحة بتكون إيش اللي هو أقصر خط مستقيم، أقصر خط واصل بين إيش النقطتين لو قلنا A و B. لكن الإزاحة هذه الإزاحة، أما المسافة اللي هي طول المسار المسا الجسم، يعني من هان لهان زائد المسافة هذه. تمام. هقيتنا لو نيجي نحكي للسؤال هذا، ها عندك هذا السؤال يعني مديك اللي هو العلاقة تبعت السرعة هي V 400 ناقص 16 دي تربيع. هلقيت عشان تحسب اللي هي الإزاحة قلنا الإزاحة بدك تكامل مين السرعة. وبما أن الجسم يا شباب بدأ إيش من السكون، هو بده الإزاحة والمسافة بعد 6 ثواني، وعلى فرض أنه جسم إيش بدأ يعني من السكون، فراح تعمل إيش أول إيش تجيب اللي هي الأس اللي بيساوي إيش تكامل من 0 لعمين لتي للزمن 400 ناقص 16 تي تربيع، بتعمل تكامل بيطلع معاك ايش هاي المعادله، الاس بيساوي 400 تي ناقص 16 على 3 تي تربيع تي تكعيب. الاس اللي قلنا عباره عن ايش راح تكون دلتا اس اللي هي الدلتا الازاحه، وبما انه احنا قلنا ان الجسم يعني لسه بدا حركته من السكون فايش يعني هي الدلتا اس هي بتساوي مين الاس النهائيه اللي هي هذه الاس. تمام يا شباب، يعني اس بيساوي 400 تي ناقص 16 على 3 تي تكعيب هي هذه المعادله اللي عندي. هلقيت عشان اعوض بده الازاحه بعد 6 ثواني ما علي الا اعوض ايش بالزمان 6 في المعادله. لو عوضت ب6 يا شباب ايش بيديك؟ بيديك اللي هي ديسبليسمنت، هي مديك اياها بالمليمتر بتطلع، فلو بدك تحولها لمتر وتقسم على 1000 بتطلع 1.2488. تمام. هذه أنا قلت عن هذا السؤال، لكن في إشكالية في المطلوب الثاني اللي هو مين المسافة. أجيت المسافة هذا الحال يا شباب غلط. ليش غلط؟ لأنه هنا إيش مساوي؟ راح ضارب السرعة في الزمن وجايب السرعة عند بعد 6 ثواني وضربها في الزمن، وهذا يا شباب خطأ، لأنه إحنا لازم نحل حل ايش اسمه منطقي. طب اول شيء كيف تستنتج انت بديهي انه الحل غلط؟ اول شيء ايش طلعت معك الازاحه؟ 1.248 متر. قد ايه طلع حان اللي هي المسافه؟ 1.056 متر. عمروش يا شباب تطلع المسافه اقل من ايش؟ من الازاحه، لانه الازاحه قلنا هي اقصر خط مستقيم واصل بين ايش؟ نقطه البدايه والنهايه. دائما المسافه هي بتكون بتساوي الازاحه هي اكبر. تمام. طيب كيف احنا بدنا نحسب اللي هي المسافه بعد 6 ثواني يا شباب؟ لو رجعنا يا شباب للمعادله ركزوا معي بس، لقيت هذه المعادله بتديني ايش؟ بتديني السرعه دلاله الزمن، صحيح؟ طيب السرعه لو احنا قلنا وقتها بتساوي صفر، يعني لو سوينا السرعه هذه بصفر ايش راح نلاقي يا شباب؟ لو نقلنا ال 16 تي تربيع وقسمنا على 16 تطلع تي تربيع بيساوي 25، يعني التي بيساوي قديش؟ 5. يعني شباب بعد 5 ثواني
راح يصير الجسم راح يصير سرعة الجسم ايش صفر، تمام. بعد ذلك راح تلاقي ان السرعة ايش بتتناقص، يعني لو في اول 5 ثواني يا شباب راح تلاقي ان الجسم بيمشي معك هيك بسرعة تزايدية، بعد ذلك يعني بتناقص، يعني زي كأنه الجسم ايش رجع في اخر ثانية لورا، يعني الجسم مشى 5 ثواني بعدين ايش صارت السرعة ايش صفر وانقلبت ايش سالب، يعني بيرجع كمان ايش بيرجع ثانية لورا، لان احنا بنقول عنا قديش يا شباب 6 ثواني، ركزوا معي عنا 6 ثواني، لو سوينا السرعة بصفر بيطلع الزمن عند 5 ثواني راح يكون عنا ايش السرعة راح تساوي صفر، تمام. بعد ذلك السرعة راح تصير ايش بتسالب، وبالسالب يعني ايش راح الجسم راح يرجع لايش الاتجاه المعاكس. هلقيت احنا قلنا الازاحة اللي هي المسافة بين هذه النقطة والنقطة هذه لو على فرض، لكن المسافة هي المسافة من هذه النقطة لهذه النقطة زائد المسافة من هذه النقطة لهذه النقطة، اللي هي لو من انحلها يا شباب ايش بدك تساوي؟ بدك تيجي يا شباب ركزوا معاي شوي، يعني في هذا المطلوب ايش بدك تساوي؟ اول شيء بدك تيجي تعوض في هذا القانون اللي انت طلعته تبع الازاحه، بس بدك تعوض ايش بخمس ثواني يا شباب، يعني 400 ضرب 5 ناقص 400 ضرب 5 ناقص 16 على 3 ضرب 5 تكعيب راح يطلع معك 1333 ملم لو عوضنا بخمس ثواني، تمام. بعد ذلك يا شباب يعني هاي عندنا طلع 1333.33 لقيت هذه يا شباب اللي هي مين؟ الإزاحة اللي هي بعد 5 ثواني. طب لو انت حطيتها انا 6 شايف ايش طلعت معك؟ اقل 1248، لانه الجسم قلنا ايش رجع للخلف لانه السرعه صارت ايش سالبه، فهتلاقي انه الازاحه هي قلت يعني بعد 6 ثواني اقل من ايش من 5 ثواني يا شباب، زي ما انتم شايفين هذه 1248 اللي هي بعد 6 ثواني، اما هذه بعد 5 ثواني 1333، تمام. بعد ما انت جبت 5 ثواني بضل ايش عندك ثانيه واحده اللي هي رجوع، ترجع تعوض بهذه المعادله يا شباب ايش بثانية، تمام. يعني ترجع تعوض بواحد لمين في المعادلة هذه. بعد ذلك يا شباب بدك تيجي تعوض بدال الزمن ايش بواحد، وتحسب ايش اللي هي المين المساحة الإضافية اللي هي 400 ناقص 16 على 3 اللي هي 394، وتيجي تجمعها مع الإزاحة هذه بتطلع عندك اللي هي المسافة، يعني زي ما قلنا يعني عشان تحسب انت المسافة اللي قطعها الجسم اللي بدك تسويه اول اشي بدك تساوي ايش السرعة بصفر، يعني قبل ما بعيد يعني انا حقتنا يا شباب امشي بسرعة يعني نراجع، بس عشان هذه فيها شوية خلل بدي اعيد شوية يا شباب. اول اشي عندك السرعة، أول شيء بتسويها بصفر بتجيب الزمن اللي بيكون السرعة يساوي صفر يا شباب، عند هذا الزمن اللي هو بعد 5 ثواني راح تيجي تعوض وين؟ في قانون اللي هو مين؟ الإزاحة. راح تجيب الإزاحة أنت جبت بعد 5 ثواني، بعد ذلك لو أنت قلنا لو حسبت 6 مباشرة راح تلاقي إنه راح يطلع أقل من بعد 5 ثواني، لأنه قلنا السرعة راح تتحول بالسالب، فأنت بتحسب بعد 5 ثواني وبعد ذلك بضل عندك ثانية، بتيجي تعوض في القانون إيش؟ بثانية. والمسافة اللي بتطلع معك زائد المسافة اللي طلعت معك قبل بتجمعهن وبطلع ايش اللي هي المسافة، تمام. هيك يا شباب هيك احنا بنحسب مين المسافة. هذا يا شباب اول تطبيق قلنا على ايش انه تكون الجسم يتحرك في خط مستقيم ويكون عندك يديك ايش معادلة زي ما هن بديك يا شباب معادلة السرعة، ممكن يديك معادلة يا شباب للتسارع حسب ما بديك حسب ما بديك اتبع، يعني نفس ايش اللي هي الاسهم هذه إذا اللي بيديك إياها بدك وطلب إشي تاني حسب يعني لو أداك قلنا أداك هذه معادلة اللي هي الإزاحة وطلب منك السرعة بتشتاق، يعني إشي بسيط يا شباب وسهل.
تمام. ثاني شيء يا شباب، لو اجينا السؤال هذا راح تلاقي انه سؤال بسيط، يعني راح يستخدم مين؟ راح يستخدم القوانين الثانيه. يعني احنا اول استخدمنا ممكن يديك قلنا ايش معادله، ثاني شيء ممكن تستخدم القوانين الحركه هذول الثلاثه. شرحوا الباشمهندس يعني، فلازم تنتبهوا يعني، سهل يعني. اول شيء دائما يا شباب بعض الملاحظات، يعني لما يديك التسارع 0.4 جي، يعني زي بقول لك 0.4 تسارع الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.81، ودائما يا شباب لما يديك وحدات بالكيلومتر لكل اور، شوف انت ايش بتتعامل في السؤال. يعني احنا في السؤال بنتعامل متر لكل سكن تربيع، فلما يديك كيلومتر لكل اور بتقسم على 3.6 عشان تحول ليش؟ لمتر لكل سكن. وتطبيق مباشر هذا السؤال يا شباب. لما نيجي يا شباب للحركه ايش؟ اللي احنا اول شيء قلنا الحركه ايش؟ في خط مستقيم. طيب لو كان ان الحركه في ايش؟ في منحنى يا شباب. يعني الجسم بتحرك ايش؟ في منحنى. ايش يعني منحنى؟ ايش يعني مستوى؟ يعني الجسم راح يصير عنده مركبه في اتجاهين. وهذا يعني المنطقي انه راح يكون عندنا زي لو انه في لو افترضنا انه في عندنا محور اكس ومحور واي. فلما الجسم يتحرك في منحنى يعني انه بتحرك، يعني انه راح يتحلل اللي هو سرعته وتسارعه على محورين اكس او واي، او راح يكون عندنا ثلاث حاجات يا شباب. يعني اذا كان الجسم بيتحرك عندنا في مستوى راح يكون عندنا ثلاث حاجات، اما بتحلل يا شباب على اكس واي او على نورمال كوردينيت، هذا راح يكون ان تي، هذا راح اتكلم عنه كمان شوي، او البولار كوردينيت. تمام. احنا هنتكلم اول شيء لقيت عن مين؟ الريكتانجولار الكوردينيت اللي هو عباره عن ايش؟ اكس واي. بقول لك يا شباب في لما تحلل على اكس واي ايش المطلوب؟ نفس الحركه في خط مستقيم يا شباب، نفس الشيء، بس ايش اللي بدك تعمله؟ بدك تقسم القوانين نفس اللي عملته في خط مستقيم، بس بدك تنسب بعض للاكس والبعض الثاني للواي. يعني عندك هذول القوانين اللي بيفرق راح تصير تكتب في اكس في نوت اكس تمام على اكس، يعني هاي اللي بيفرق. ونفس الشيء للمين؟ للواي. يعني راح يكون عندك الحركه في اتجاه اكس وحركه في اتجاه واي، وانك بدك تحلل اللي هي السرعات والتسارع على هذول المنحنيين اللي هو اكس وواي. تمام. بعد ما تحلل لو انت بدك تجيب السرعه المحصله، السرعه المحصله عباره عن ايش؟ عباره عن ايش؟ جذر اللي هي المركبه تبعت الاكس تربيع زائد المركبه تبعت الواي تربيع، وهذا معروف يعني يا شباب وشيء بسيط. والزاويه يا شباب اللي بتنعملها مع محور اكس دائما ايش بتساوي؟ تان انفرس لايش؟ لمركبه تبعت الواي على مركبه الاكس. تمام يا شباب. في حاله خاصه من الحركه اللي هي الريكتانجولار كوردينيت اللي هي مين؟ حركة المقذوفات يا شباب، وهذه انتبهوا لها. يعني في حركة المقذوفات لو انت عندك جسم وقذفته، طبيعي الجسم راح ايش؟ راح يكون ايه؟ راح يكون ايش؟ يتحرك ايش؟ في اتجاهين، في منحنى. تمام. راح يتحلل الجسم يا شباب على اكس واي، يعني لو فرضنا هذا محور اكس هذا محور واي، فالمقذوف راح يكون لو فرضنا ان في عندك كان سرعه ابتدائيه، لو افترضت انه في عندك كان سرعه ابتدائيه، هذه السرعه يا شباب لازم تتحلل على اكس، ولازم تتحلل وين؟ على واي يا شباب، حسب مين؟ الثيتا اللي بيعملها مع مين؟ مع محور اكس. تمام. لكن ايش اللي بيميز حركه المقذوفات؟ في المقذوفات يا شباب اللي بياثر بس على الجسم اللي هي مين؟ اللي هي قوه الجاذبيه. يعني التسارع الوحيد اللي بياثر على الجسم هو قوه الجاذبيه. عشان هيك راح تلاقي انه الحركه اللي بتتاثر عندنا اللي هي الحركه في اتجاه مين؟ واي. اما الحركه في اتجاه اكس راح تلاقيها ايش؟ ثابته يا شباب. يعني لو اجيت هنا احنا قلنا لما تكون عندنا الحركه ريكتانجولار كوردينيت راح يكون عندنا في عندنا اكس وواي. الاكس دائما في الاكس راح يكون عندنا التسارع يا شباب زيرو،
ليش؟ لانه فيش عندي سرعه في اتجاه اكس في المخدفات. في المخدفات في الاتجاه اكس راح يكون التسارع يساوي زيرو. عشان التسارع يساوي زيرو لما تيجي يكون عندك انت قذفت جسم بسرعه ابتدائيه، هذه السرعه لو انت حللتها في اتجاه اكس جبت في نوت اكس، هي يا شباب نفسها راح تطلع ايش؟ في الاكس طول مرحله ايش المخدفات. يعني لو اجيت عند هذه النقطه كمان راح تلاقي نفسها في الاكس عند اي نقطه في المنحنى عند هذه النقطه راح تلاقي انه في اكس ثابته. فعشان تجيب في اكس بتجيب من السرعه الابتدائيه بتحللها على محور اكس، راح تضل معك ثابته ايش؟ طول مسار الحركه. اما هل قلت لما تيجي كمان للقانون الثاني اللي هو اكس بيساوي اكس نوت زائد في نوت في تي، قلنا هذه الاكس الابتدائيه ان هي هذه اكس الابتدائيه، هنا السرعه اللي هي المركبه تبعت السرعه في اتجاه اكس مضروبه في الزمن، هذا عشان اجيب ايش؟ المسافه الافقيه هذه للمقذوف. تمام. هل قلت نيجي للواي؟ الواي قلنا راح يكون عباره عن ايش؟ راح يكون عندنا التسارع الجاذبيه بالسالب يا شباب، سالب جي سالب 9.81، فنفس قوانين الحركه بس بتكتب هنا بدالها ايش؟ سالب جي. تمام. يعني هذا المقذوفات شيء مهم ولا يخلى امتحان الا يا شباب من سؤال على المقذوفات. ثاني شيء يا شباب، في يعني لو انت عملت اشتقاقات ورتبت معادله في قانون بيطلع عندك، هذا القانون هذا لو عندك كل المعطيات جاهزه، يعني عندك اللي هو الاكس، عندك المدى اكس، وعندك الثيتا، وعندك ايش اسمه، تقدر انك تجيب مين اللي هي الواي. يعني عندك هذا القانون لو عندك كل المعطيات مطلوبه معك وفي مجهول واحد، تقدر تعوض في هذا القانون وتحسب هذا المجهول. تمام يا شباب. لا بدك تيجي يا شباب، هذا الاسئله يا شباب كله شرحها الباشمهندس، يعني اسئله بسيطه، فلما تيجي بدك تعوض. يعني انا قال لك في مقذوف كان ايش؟ افقي، ولما وصل هذه النقطه بده اياك تجيب ايش عند البي، بدك تجيب السرعه اللي قذف فيها مين؟ المقذوف. تمام. هجيت عندك يا شباب بدك اول شيء ايش تستخدم هذول المعادلات. يعني لازم تكون عارف هذه المعادله وهذه المعادله والثلاث معادلات هذول، وتبدا من خلالهن تبدا تحل. يعني تفكر ايش المجهول عندك. يعني عندي في هذا السؤال السرعه الابتدائيه هي المجهوله. تمام. الجسم زي ما انتم شايفين مرمي بشكل ايش؟ هوريزونتال، يعني فيش محلله للسرعه في هذه النقطه. يعني كل السرعه الابتدائيه كانت في اتجاه مين؟ اكس. فلو اجيت قلت اللي هي عباره عن اليو، اللي هي عباره عن في نوت اكس، هي نفسها يعني السرعه الابتدائيه اللي ماشي فيها هي عباره السرعه اللي رامى فيها هي عباره عن في نوت في اتجاه اكس. تمام يا شباب. لو انت عوضت في نوت قلنا فيش فيها تحليل لانه هي هوريزونتال، فلو قلنا كوزاين ايش؟ الصفر، يعني بتطلع واحد، يعني في نوت اكس هي يعني عباره عن نفس الفي نوت. تمام يا شباب. طيب هل لقيت انت عندك المسافه هذه 40؟ فلو انت استخدمت القانون انه الازاحه النهائيه اللي هي 40 بيساوي صفر زائد في نوت في تي، لو جبت الزمن عندك الفي نوت مجهوله، الزمن لو انا جبت معادله بين الفي نوت والزمن، يعني قلنا الفي نوت بيساوي 40 على تي على الزمن، اخذت هذه المعادله صار عندي هذه المعادله، لو رجعت لمين؟ للقوانين. يعني انا حليت اول شيء باتجاه اكس، لجيت له قوانين تبعت ايش؟ الحركه في اتجاه واي، واي بيساوي واي نوت زائد في نوت واي في تي ناقص نص جي تي تربيع. قلنا فيش سرعه ابتدائيه في اتجاه واي لان المقذوف كان افقي، فهذه بتروح يا شباب. مين اللي بضل واي نوت؟ احنا بدينا من السكون يعني صفر، هذا دائما يا شباب اغلبها بتكون ايش؟ صفر، يعني احنا بنبدا ايش؟ دائما بواي. او كيف يعني؟ شايف انا ايش كاتب؟ كان هنا صفر وسالب 10، لكن لو انت بدك تحل صحيح وبدك تعتبر انه المرجع هاد، فممكن تكتب هنا 26، يعني واي تكون 26 وهذا تكون قديش؟ 16. نفس الشيء لو قلت 16 بيصير سالب 10. لو انت يعني في الاخر انت حسب المرجع اللي بدك تاخده،
المهم انه يكون ايش يعني تختار مرجع تحسب عليه. يعني لو انت اخترت هذا المرجع قلنا راح يطلع معك اللي هي 26 و10. لو اخترت هذا المرجع راح يبدا معك انه هذه سالب 10 وهذه صفر، صفر وهذه سالب 10. تمام يا شباب. بعد هيك بتكتب بتعوض في المعادله، انت المعادله اللي انت جبت الفي نوت تيجي تعوضها في هذه وبتطلع مين؟ الزمن. فيش اشكاليه في الموضوع هذا. نفس الشيء يا شباب لو هانا اداك سؤال حلقتها كيف عندك في عندك هذا بده يشوت ايش كره، ده تيجي وين؟ ده تيجي في هذه النقطه. لو قلنا كره سله او شيء بده تيجي في النقطه هذه. طيب انت عندك المدى الافقي اللي هي 30 وعندك المدى الراسي اللي هو 3 وعندك ايش وعندك السرعه اللي هو رمى فيها 30 متر لكل سكن، بس ايش المجهول؟ الثيتا يا شباب. يعني هو عشان طالب بده الزاويه اللي بيقتضي فيها هذه الكره انه تصل على وين؟ على النقطه هذه. فعشان هيك تيجي انت ايش بس في عندك ممكن تستخدم مين؟ القانون اللي هو القانون هذا تعوض فيه. ليش؟ لانه الاكس عندك موجوده والواي موجوده، بضل مين عندك؟ المجهول الثيتا. فبتيجي ترتب المعادله، يعني ما عليك الا ايش؟ ترتب المعادله. بما انك تكتب يعني المعادله تقعد ترتبها وتعملها في طريقه ايش؟ معادله تربيعيه يا شباب. يعني هي تان تربيع ناقص 6.116 تان ثيتا زائد 1.611. تمام؟ لو انت كتبتها في هذه الطريقه بتقدر تجيب لنا مين؟ ثاني ثيتا عن طريق ايش؟ حل المعادله التربيعيه. بعد ذلك تطلع معك قيمتين لثيتا بتختار مين؟ الاقل، لانه هذه الافضل بتكون. تمام يا شباب. يعني اعيد كمان مره، حركه المقذوفات يا شباب ممكن يجي عليها اكثر من نوع من الاسئله، لازم تكون فاهم مين القوانين هذول الخمسه وتقدر تطبق بينهم، تدمج بينهم، تعرف كيف تستخدم القوانين وكيف تحسب. تمام. ننتقل يا شباب لملف ثاني. لقيت يا شباب اول شيء تكلمنا عن ايش؟ عن الحركه اللي هي قلنا بنحلل الحركه في اتجاه اكس وواي، وقلنا مثال على هذه الحركه اللي هي مين؟ المقذوفات. ثاني شيء يا شباب اللي هي النورمال كوردينيت، اللي هو يا شباب لما انت جسم يتحرك في منحنى زي ما انتم شايفين عند اي نقطه يا شباب، لو انا رسمت مماس لاتجاه الحركه، يعني عند هذه النقطه رسمت مماس، هذا المحور بسميه محور ايش؟ تي تانجنت. وفي راح يكون ايش؟ اللي هو العمود عليه اللي هو باتجاه المركز المحور ان. تمام يا شباب. راح يكون يعني عندنا محورين عشان نحلل ايش؟ القوة عليه. حلقيت يا شباب المحور، حلقيت السرعة، حلقيت لما يكون انت جسم ماشي في هذا المسار عند النقطة هذه السرعة يا شباب بتكون في اتجاه مين؟ في اتجاه المحور مين؟ تي. تمام؟ يعني لو قلنا اللي هو الفي تي موجود عندك إلى قيمة، لكن في ان صفر، فيش قوة، فيش سرعة في الاتجاه مين؟ ان. تمام؟ لكن تعال التسارع، بما انه قلنا احنا في سرعة في اتجاه تي اللي هو المماس، ايش راح يكون التسارع تبعها؟ اللي هو مشتقة السرعة. هذا بديهي يعني. اللي هو التسارع مشتقة السرعة. تمام. لكن احنا قلنا في اتجاه الان ما فيش عندنا سرعة. طب من وين اجى التسارع؟ بقول لك في تسارع اللي هو في تربيع على رو. هذا يا شباب اللي هو تسارع المركزي. اللي هو هذا لو انت كمثال لو انت ماشي في سيارة على منحنى في قوة بتطرد السيارة، لو كانت ماشية بسرعة ثابتة في قوة بتطرد السيارة لوين؟ لبرا، قوة الطرد المركزي. فهذه يا شباب اللي هي عبارة عن في تربيع على رو يا شباب.
التسارع اللي هو ايش المركزي، هذا بيعاد له ايش قوه ايش الطرد المركزي. المهم يا شباب راح تكون في ايش في هذا الاتجاه، تمام، اللي هو عباره عن في تربيع على رو. الرو اللي هو عباره عن ايش، عن نصف قطر المنحنى. هيت لما يكون عندك الفي كونستانت ثابته، راح يكون وقت عندك التسارع اللي هو التسارع في اتجاه في محور التي تانجنت راح يكون عباره عن ايش، صفر. ليش؟ لان السرعه ثابته راح يكون التسارع طبيعي صفر. لكن مين اللي بضل عندك؟ بضل عندك التسارع مين؟ المركزي اللي هو اي ان. هذا راح يكون عباره راح يساوي ايش؟ راح هو راح يضل ثابت، واللي هو راح يساوي مين؟ التسارع. يعني لما يكون عندك السرعه بتساوي ثابته، راح يكون عندك التسارع راح يساوي مين؟ التسارع المركزي اللي هو راح يساوي اي ان، لانه مش حتكون عندي مركبه لمين؟ لاي تي، للتسارع في اتجاه مين؟ التانجنت اللي هو التي محور تي. طيب لكن لو كان عندي تسارع في الاتجاهين وبدي اجيب المحصله يا شباب، عادي على قانون الجذر بتحسب المحصله للجهتين، تمام. نشوف يا شباب، يعني في هذه امثله كمان يا شباب نمشي عليهن بسرعه. لو كان عندك في سياره يا شباب تمشي في هذا في على منحنى يا شباب، السياره بقول لك انه مركز ثقلها جاي عايش على مسافه 6 متر من الارض، يعني شايف فين انا مركز الثقل. طب ليش احنا بنعتمد مركز الثقل؟ احنا دائما لما نبني اي حركه جسم نبنيه على مين؟ على مركز الثقل تبعته، تمام. فبدي امر بسرعه، يعني كل هذا انشرح لكم يا شباب. المهم في عندك مركز الثقل على بعد مين؟ مسافه 6 من 10 متر، والسياره عم بتمشي. قلت لو قلنا عند النقطه ايه، وكمان التسارع عندك يا شباب عباره عن قد ايه؟ نص جي، يعني قد ايه؟ نص تسارع الجاذبيه الارضيه. وعندك يا شباب نص القطر اللي هي تبع المنحنى، يعني لو فرضنا انه هنا القطر راح يكون هي نص القطر يا شباب، عباره عن قد ايه؟ عن 100، تمام. يعني عندك نص القطر 100، وعندك هذا. لو بقول لك قد ايه بدي انا، قد ايه سرعه اللي هو سرعه السياره عند النقطه ايه، تمام. لقيت يا شباب اول شيء السرعه ايش يا شباب؟ ثابته، يعني زي ما انا بقول لك انه الجسم يسير بسرعه ايش؟ كونستنت، ثابته. عشانها ثابتة يعني لو أجينا عند النقطة هذه السيارة راح تمشي في هذا السرعة في هذا الاتجاه. وبما إن يا شباب السرعة ثابتة يعني التسارع زيرو في إيش؟ في اتجاه اللي في اتجاه اللي اسمه المحور تي، تمام. هل قلت يا شباب عشان أنا أجيب السرعة، طب إيش في قانون بربط لي في السرعة؟ اللي هو يا شباب قلنا التسارع المركزي الـ A عن إيش بيساوي؟ بيساوي في تربيع على رو. يعني لو انا جيت عوضت في هذا القانون بساوي في تربيع على مين؟ على الروم، على القطر، نص القطر. هل قلت الشباب اللي هو التسارع عندك موجود اللي هو ايش 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 بيساوي؟ صفر نص جي، يعني نص ضرب 9.81، تمام. واحنا قلنا عشانه بيصير بسرعه ثابته يا شباب يعني فيش تسارع في هذا الاتجاه، يعني كل التسارع زي ما قلنا اي ان بيساوي ايه، يعني التسارع المادي كله عباره عن مين؟ الاي ان، تمام. يعني هذا عباره عن مين؟ عن نص في 9.81، تمام. طيب الفي السرعه ما هي انا المطلوبه، طب الرو نص القطر. هنا لك زي شباب احنا قلنا نص القطر اللي هو من هنا يا شباب لوين؟ لعند النقطه ايه، لكن احنا قلنا مركز ثقل السياره بيبعد عن سطح الارض مسافه 60 سنتي او 6 من 10 متر، فبدي اقول 100 الرو يا شباب ايش بتساوي؟ 100 ناقص 0.6،
يعني 100 ناقص 0.6 هيك انا جبت الرو راح تتحرك فيها السياره، فصار عندي الرو معروفه والاي ان معروفه، بعوض في القانون يا شباب اللي هي هيو. لو رتبنا القانون ضربنا الرو في الاي ان وتحت الجذر، يعني لو هيو القانون، يعني السرعه ايش بيساوي؟ الرو في اي ان في التسارع المركزي بيساوي جذر ال 100 ناقص 0.6 اللي هي قلنا هذه الرو، ضرب نصف 9.81 اللي هو قلنا هذا التسارع المدركية في السؤال. هاني يا شباب يعني كمان ممكن يعني لو بدي اختلف معك في السؤال ممكن اديك الحركة في هذا الاتجاه، يعني لو السيارة تتحرك في هذا الاتجاه ايش اللي بيختلف معك؟ بس هنا اللي بيختلف معك بس رو. ليه؟ لأن لو كان المنحنى في هذا الاتجاه كيف راح تكون رو؟ هيا صحيح؟ لو نص القطر، فلو كانت السيارة هان وين مركز ثقلها؟ في النص. هان راح تزود على اللي هو نص القطر مسافة مين؟ اللي هي 0.6. يعني شفت ايش فرق السؤال؟ يعني لما يكون عندك زي هيك قلنا القطر هان اللي هو المركز، فلما بدك تجيب اللي هو نص القطر بدك تنقص منه مين؟ مركز الثقل. اما لو كان المنحدر في هذا الاتجاه لاعلى راح تزود له مين؟ 0.6. تمام؟ يعني هنا ببطل في الشرح ونحاول، يعني هنا بنشرح اكثر من سؤال. هذا يا شباب السؤال مش مطلوب معاكم. تمام؟ أنا في الأخير هو راح يحسب دلتا للثيتا وهذا الدكتور ما شرحه لكم فمش مطلوب. يعني سؤال 104 مش مطلوب معاكم، وفي سؤال في الواجب عليه كمان مش مطلوب. تمام يا شباب؟ هذا كل هذه الأسئلة كله شرحها الباشمهندس يا شباب، فأسئلة يعني بدكم تقروها. يعني أنا بحاول هني كل سؤال أحكي عنه، مع أنه يعني أغلب الأسئلة انشرحت يا شباب. أنا لو عندك في مسارين يا شباب، مسار A ومسار B، وكل واحد له مين؟ له رو، له نص قطر. مين الأفضل أنه تمشي فيه لو عندك سيارة؟ مين الأفضل أنه تمشي فيه؟ لو أجيت يا شباب حسب ما احنا عملنا القانون هذا، حسب ما القانون هذا اللي راح يساوي إيش؟ التسارع في الرو. بتلاحظ انه كل ما كبرت الرو كل ما زادت مين؟ السرعه. يعني لو اجينا عند السرعه، لو منحنى لو المركبه بدها تمشي في في ايش اسمه المنحنى هذا الرو تبعته 85 او في ال 200، في ال 85 راح تلاقي انه السرعه 25 في لكن في ال 200 راح تلاقي 39.6 متر لكل سكن. يعني كل ما انا بزود القطر كل ما انا ايش بتكون السرعه معي اكثر، بتكون يعني معي السرعة المسموحة ايش تكون معي اكبر. تمام؟ لانه هذا منطقي يا شباب، يعني لما يكون عندك دوار الزاوية تبعته قليلة نص قطر قليل بتقدرش تسرع فيه كتير، لانه ممكن السيارة اصلا مع قوة التطبيق المركزي ايش تطلع لبرا. لكن كل ما زاد اللي هو القطر تبع نص القطر اللي هو الريدس تبع الطريق كل ما ايش اداني امكانيه ان اعمل اكون تكون السرعه اكبر من هيك. تمام يا شباب؟ نيجي لهذا السؤال يا شباب كمان، يعني هذا انشرح انشرح. لو انت يا شباب هنا قذفت، لو في انت مقذوف بزاويه 30 يا شباب، تمام، وبسرعة قديش؟ 460 يا شباب متر لكل سكن. تمام يا شباب؟ وطلب هاني يا شباب مين؟ الراديوس، بده نص القطر. يعني مديك مقذوف قذف بزاوية قديش؟ 30 وبسرعة 460 متر لكل سكن، وبده يا شباب الراديوس لعند ما يصير موضع اللي هو القذيفة بعد المقذوف بعد ايش 10 ثواني. تمام؟
والقوه المتاثر على الجسم بس، التسارع بتاثر على الجسم بس، اللي هو تسارع مين؟ الجاذبيه. لانه احنا قلنا في لما تقذف اي جسم اللي بتاثر عليه اللي مين؟ تسارع الجاذبيه لاسفل. تمام، هلقيت هذا السؤال بيدمج بين حاجتين يا شباب، اللي هو انك بدك تحلل اللي هو السؤال على حاجتين. يعني احنا قلنا التحليل ممكن يكون اكس واي، ممكن التحليل يكون ايش انو تي، هنا راح تستخدم التحليلين، فهذا اللي راح يكون معاكم في الاسئله يا شباب. يعني ممكن انك انت تستخدم اكثر من تحليل عشان تقدر تحل المطلوب. يعني هو ايش طلب هان؟ طلب الرادياس. طب الرادياس كله موجود في تحليل مين؟ اللي هو الان والتي من خلال ايش؟ قانون الاي ان، اللي هو بيسوي ايش؟ في تربيع على رو. يعني هيك لازم اجيب مين؟ يعني هيك بديهي انا في السؤال لازم اجيب مين؟ اللي هو عباره عن اي ان. يعني بدون ما اطلع في السؤال، بما انه طلب الرادياس، يعني مين اللي بيجي؟ قلنا اللي بيجيب الرادياس اللي هو ايش؟ الاي ان. يعني لازم احسب الاي ان. تمام، تسارع اي ان. تمام يا شباب، لو اجيت للسؤال، السؤال هي المقذوف عندك بزاويه 30، عند النقطه هذي هيو راح يكون عندك السرعه. قلنا راح يكون في عندك مركبتين للسرعه، في مركب راح تكون زي ما احنا قلنا راح نحلل في اكس وفي واي يا شباب. تمام، المركبه في الاكس بعد 10 ثواني السرعه حتضلها زي ما هي. احنا قلنا في المقذوفات السرعه في الافقيه راح تضلها ثابته، فهي راح نقول في اكس ايش بتساوي؟ اللي هي السرعه 460 في كوزاين 30. تمام، التسارع قلنا صفر، فراح تضلها بس هذه اللي هي 398.4 متر لكل سكن. تمام، طب السرعه في واي راح يساوي 460 اللي هي السرعه الابتدائيه ساين 30 ناقص 9.81 في ايش؟ في 10، اللي هي تسارع الجاذبيه في الزمن 10. هيك يا شباب انا قدرت اجيب اللي هو السرعه في اتجاه اكس والسرعه في اتجاه واي. تمام، لكن انا ايش بيلزمني؟ بيلزمني اجيب السرعه هلقيت اللي هو السرعه في اتجاه اللي هو المقذوف. يعني عشان اجيب السرعه اللي هي المحصله اللي هي عباره عن ايش؟ عن جذر اللي هو الفي اكس تربيع زائد في واي تربيع. قلت لما انا حسبتها اللي هي 420، هذه يا شباب القوه اللي هي هذه، اللي هي هذه يا شباب الموازيه لمسار حركه الجسم. لانه قلنا لو عند النقطه هذه عند الزمن 10 ثواني كانت السرعه اللي هي المحصله 420 في هذا الاتجاه موازيه لمين؟ لحركه الجسم. فيا شباب هذا المحور هو التي، وهذا المحور راح يكون هو عباره عن مين؟ الان. تمام، وحتى هنا حسب الزاويه اللي هو في واي على تان انفرس الفي واي على في اكس عشان يحسب الزاويه مع الاكس. تمام يا شباب، يعني الزاويه هذه يا شباب عباره عن ايش؟ عن تان انفرس للفي واي على الفي اكس تطلع 18.32 اللي هي عباره عن هذه. تمام، هل قلت ايش الفكره في الحل؟ ايش اللي بدي اصله؟ هل قلت مين المسبب للحركه هان؟ او مين اللي هل قلت قاعد المقذوف اللي بيمنعه انه يضل طالع لفوق، انه ينزل وغير اللي هو مين؟ التسارع، تسارع الجاذبيه. لانه قال لك في السؤال بس اللي بأثر على مين؟ تسارع الجاذبيه. تمام، تسارع الجاذبيه دائما لاسفل. تمام، هلقيت بقول لك انا بما انه تسارع الجاذبيه لهيك، طب انا بدي استخدم اللي هو مين؟ احنا قلنا عشان اجيب القطر لازم اجيب اي ان. طيب عشان اجيب اي ان لازم ارسم المحاور اللي هي الراسيه في الافقيه لاتجاه المماسيه لاتجاه الحركه والراسيه. وين الراسيه لاتجاه الرصاصه؟ اللي هو هذا. والافقي اللي هو هذا. يعني لو انت حللت التسارع راح تلاقي انه في مركبه للتسارع راح تيجي على هذا المحور ومركب راح تيجي على المحور هذا. اللي راح المركبه اللي راح تيجي يا شباب على المحور هذا اللي عباره عن تسارع الاي ان اللي هو لازمني في الحل. تمام، عشان اجيب الاي ان بلزمني هذه الزاويه الثيتا هذه. طيب هلقيت يا شباب هذه الزاويه البيتا اللي هي بين هذا المحور وهذا ومحور اكس، يعني بين هذه الزاويه. ويا شباب الزاويه بين هذا
وهذا وبين المحورين هذول 90، هذه الزاوية قديش؟ 90 صحيح. ونفس الإشي بين هذه الزاوية وهذه الزاوية 90، يعني هذه الزاوية 90 وهذه الزاوية 90. فعشان هيك لو أنت قلنا هذه البيتا، هذه المتممة للبيتا يعني 90 ناقص بيتا، هذه بتيجي مين؟ نفس البيتا، نفس الزاوية. ركزوا معي، يعني هذه البيتا لو نيجي هذه الزاوية كلها 90، فهذا راح تكون 90 ناقص بيتا صحيح، وهذه الزاوية 90 اللي هي هذه، هذه 90. طب إذا هذه 90 ناقص بيتا، هذا راح تكون إيش؟ الزاوية بيتا، تمام. فعشان هيك الجي ضرب كوزاين البيتا بيديني مين؟ الاي ان. إذا حسبت أنا الاي ان بقدر يا شباب أحسب مين؟ الرو، لأنه الاي ان بيساوي إيش؟ في تربيع على رو، والفي أنت جبتها المماسية، لأن دائما يا شباب الاي ان بيعتمد على السرعة عند النقطة اللي بتكون المماسية اللي في اتجاه مين؟ التي. ففي تربيع على رو بتحسب مين؟ تحسب الرو يا شباب، في تربيع على اي ان. فيا شباب تكون ايش في الاسئله هذه يا شباب، انك تبدا تربط بين حاجات، يعني هي قدرت انك تربط بين سؤالين، بين سؤال طبعا مقذوفات انك تحلل اكس واي، بعد ما تحلل اكس واي جيب المحصله للقوه اللي بتكون في اتجاه المماس تبع النقطه، بعد ذلك تستخدم محاور اللي هو ايش؟ التي والان، ومن خلال التسارع تحسب الاي ان، ومن خلالها تحسب ايش اسمه الرو. تمام يا شباب، وهذا كمان نفس الاشي، اسئله بسيطه يا شباب ما فيش فيها اي مشاكل. لقيت يا شباب لو نيجي للتحليل الثالث او النوع الثالث لما انا احلل الحركه اللي هي البولار كوردينيت، هنا يا شباب بدك تنتبه انه انك كيف بدك تحلل. هلقيت لو احنا افترضنا انه هذا الجسم، هذا العمود يتحرك في هذه الزاويه بهذا الاتجاه، تمام. فهذه الزاويه ثيتا، راح نلاقي انه ايش؟ الزاويه ثيتا عماله ايش؟ بتزيد، يعني لو كل ما هو بيتحرك هيك الزاويه ثيتا بتزيد. ففي راح يكون عندنا بربطنا حاجتين يا شباب، لو فرضنا انه في عندي نقطة هان راح يربطني يا شباب اللي هي الثيتا هذه، والار اللي هي المسافة بين اللي هو الجسم اللي بتحرك وبين مين؟ المركز الحركة، هذا مركز الدوران، هذا الار، وهذه يا شباب مين؟ الثيتا، تمام. راح يكون عندنا المحاور نفس محاور مين؟ اللي هي تبع السابقة تبعت النورمال كوردينيت، راح يكون عندنا محور، والمحور الثاني اللي هو العمودي، يعني يكون محور تبع الدوران مع الثيتا، والمحور الثاني اللي هو محور الار، يعني يكون عندنا محور ار يا شباب ومحور مين؟ الثيتا. فلو الجسم بتحرك هيك راح نقول انه الفي ثيتا راح تكون، يعني مركبة الفي ثيتا راح تكون في هذا الاتجاه، وهنا الفي ار في هذا الاتجاه، تمام. تمام، هلقيت يا شباب السرعه بقول لك انه الفي ار بيساوي ايش؟ اللي هو الار، المسافه هذه مشتقه، لان احنا قلنا السرعه ايش عباره؟ عباره عن مشتقه الازاحه. فهو الار، الار نود نود اي يا شباب، ويا شباب السرعه في اتجاه محور الثيتا الفي ثيتا بيساوي ار في تيتا نود، يعني هذول لازم تحفظوهم يا شباب القوانين، يعني الفي ار بتساوي ار نود، اما الفي تيتا بتساوي ار في تيتا نود، اللي هو الثيتا نود يعني ايش؟ مشتقة الثيتا، يعني التغير في الثيتا مشتقتها، وبالنسبة للزمن، وهنا ار نود كمان ايش؟ عبارة عن مشتقة الار بالنسبة لمين؟ للزمن، تمام يا شباب. نفس الشيء يا شباب التسارع، راح يكون عندنا اللي هو التسارع اللي باتجاه ار، محور ار الاي ار، راح يكون عباره عن ار دبل نود ناقص ار ثيتا نود تربيع. نفس الشيء راح يكون عندنا قانون مين؟ الاي للثيتا.
فهذول الأربعة يا شباب لازم نكون إيش عارفينهم وحافظينهم. نبدأ يا شباب، يعني أول إشي كيف بدك تحلل؟ أول شيء بدك تعرف وين اتجاه الحركة اللي عندك. يعني هان قال لك الجسم بتحرك في هذا الاتجاه، فراح يكون عندك محور الثيتا الموجب بيش باتجاه الحركة تبعت الجسم الثيتا. يعني الثيتا بتمشي هيك، فهذا الثيتا موجب، هذا المحور موجب، تمام. الار بتزيد، فهذا محور الار راح يكون مين الموجب، راح يكون هذا المحور راح يكون السالب، وهذا راح يكون مين السالب يا شباب، تمام. نشوف سؤال، وبالتوفيق شباب، ربنا يوفقكم. أول إشي يا شباب، لو عندك فيها أنا سلندر يا شباب، عندك يا شباب زي ما أنتوا شايفين في عندك هذا الحبل. هل قلت بقول لك إنه كل ما إحنا شدينا هذا الحبل هتلاقي إنه الآر بتنقص، يعني الآر عماله إيش بتنقص. كل ما بتنقص الآر الجسم هذا بتحرك إيش في هذا الاتجاه، فراح يكون عندنا زي ما قلنا الثيتا راح تزداد، يعني تتغير قيمة الثيتا، وقيمة الآر اللي هو هذا راح تنقص زي ما انتم شايفين. يعني هنا ربطنا الحركة، يعني هنا بدك عشان تحلل بدك تعمل علاقة بين الآر بالنقصان أو زيادة الآر وبين تغير الثيتا يا شباب، تمام. حكيت بقول لك هنا إنه الثيتا هي معادلتها، يعني تغير الثيتا بالنسبة للزمان هي معادلته. يعني ممكن حتى إنه ما يجي لك السؤال في رسمه، يعني ممكن يديك زي ما حلينا أول سؤال في شابتر 2 إنه يديك ثيتا وآر وكل واحدة بدلالة الزمن ويطلب المطالب هذه، تقعد إيش تشتاق وتعوض في القوانين، تمام. أو يديك إيش سؤال وتقعد إيش تحلل. يعني هن مديك اللي هو الثيتا دلالة الزمن معطيك إياها، تمام، ومديك قال لك إنه الآر بيساوي 1.6 متر لما كان الزمن بيساوي الزيرو. يعني لما كان الزمن عندك بيساوي الزيرو كان 1.6 الطول هذا. بعدين قال لك إنه إيش، قال لك إنه إيش بنقص بمعدل قديه 0.2 متر لكل سكن. يعني بنقص معدل 0.2 متر لكل سكن عن ايش، عن المعدل عن 0.2 متر لكل سكن عن اللي كانت عليه. يعني لو بدك تكتب هذه المعادله، معادله الار، يعني الار مش مديك معادله بس تقدر تكتبها. يعني لو كتبت الار يساوي 1.6 اللي هي الطول، هو قال لك انه كل ثانيه بتنقص قد 0.2، يعني ناقص 0.2 في تي. يعني لو هاي معادله الار، يعني شفت كيف، يعني انت حتى ما عندكش معادله انت قدرت تطلع معادلتها، هي 1.6 ناقص 0.2 في مين في الزمن. يعني عندك هاي معادله الثيتا وعندك معادله مين الار يا شباب. لقيت ايش اللي بدك تسوي اول شيء، وهنا بعد ذلك ايش بقول لك، بده السرعه والتسارع تبع السلندر عند زمن بيساوي قديش 4 سكن. يعني بده نجيب نحسب، لقيت الشباب السرعه والتسارع عند ايش 4 ثواني، وبده كمان انه تجيب الاتجاه يا شباب بالنسبه لمين، اتجاه السرعة والتسارع بالنسبة لمين؟ لمحور إكس، تمام. لقيت أول شيء يا شباب بدي أكتب المعطيات، يعني بدي أكتب إنه عندي في ثيتا بيساوي 0.8 تي ناقص تي تربيع على 20، وهذا بالراديان كلهن، بشتقها ثيتا نوت بيساوي 0.8 ناقص 0.1 تي دبل نود بيساوي سالب 0.1 اشتقاق. عندك الار نود الار بيساوي 1.6 ناقص 0.2 اللي هو تي متر، وعندك الار نود
بتشقها صفر سالب صفر فاصلة اثنين اثنين من عشرة، وعندك الار دبل نود صفر. يعني ده أول إشي في السؤال زي هذا، بدك إيش؟ بدك تحلل الثيتا والار. بعد ما تحلل هو إيش المطلوب؟ قال لك، قال لك بدي تحسب لي عند أربع ثواني. يعني بدك تيجي يتعوض في القانون هذا الثيتا بعد أربع ثواني. يعني 0.8 ضرب 4 في ناقص 4 على 20 عشان تجيب الثيتا اللي بدها تصير بعد 4 ثواني يا شباب. بعد لو انت عوضت في القانون تطلع معك 2.4 راديان، هذه بعد 4 ثواني. تمام، هل قلت يا شباب بعد 4 ثواني؟ طيب هل قلت احنا ايش طلع معنا؟ 2.4 راديان. طيب انا لا، انا بدي الزاويه. بالزاويه يعني ايش؟ بالزاويه شباب، عشان احول انا من راديان لزاويه بضرب في، بضرب يا شباب، بضرب في 180 على باي. يعني انا عندي هذه بدلات 100 الراديان، بدي احولها بدلات الزاويه، بدي اضرب 180 على باي، تطلع معي قد ايه؟ 137.5. تمام، وش ضل هنا بده تعويض بعد أربع ثواني؟ هذه جاهزة، هذه بعد أربع ثواني 0.8 ناقص 0.1 في 4 اللي هي تيتا نول. تمام، والآر 1.6 ناقص 0.2 ضرب 4 تطلع 0.8. هيك أنت قدرت تجيب المعطيات المطلوبة منك كمان بعد أربع ثواني. قلت ببدأ عليك، ببدأ لقيت يا شباب إن إيش التحليل. قلت في شباب راح يجي يقول لك إيش الإي آر والإي ثيتا والقصة هذه. شباب أنت هنا هذا سوليوشن، هذا حل. تمام، أنت راح تقول والله بيختلف عن الحل اللي أنا بحله. تمام، أنت بتحل في الحل اللي أنت مقتنع فيه، اللي أنت بتحل عليه، أو اللي بشرح لك إياه الدكتور. تمام، وهذا الحل ولا هذاك الحل لا يختلف الا في طريقه تعبيره عن الاشي. يعني في راح يجي يقول لي ايش الاي ار والاي ثيتا. هنا يا شباب زي ما احنا بنعمل الاي والجي، يعني لما كنا احنا نحلل القوه في اتجاه اكس واي، في انه انك تكتب اللي هو لو قلنا انك تكتب والله هذه القوة F في اتجاه X و F في اتجاه Y، او في ممكن انك ايش، انك بدل ما تكتب FX و FY انك تكتب القيمة هذه I، فكلمة I بنفهم انه ايش في اتجاه ايش X، وكلمة J بنفهم انه في اتجاه Y، ونفس الاشي هان. هو هان بقول لك انه ER يعني هذا في اتجاه محور R، و E theta هذا في اتجاه محور الثيتا يا شباب. لكن اذا انت بتكشف شيء زي هيك عادي، يمشي على انت ماشي عليه او انت ترغب فيه. يعني في راح يقول لك لا انا بدي كيف احسب، بدي احسب اكس وبدي احسب ثيتا، يعني اكتب انا. تمام، فيش فيها مشكله. يعني لو انت بدك تكتب بدك في الثيتا في الار وتحسب كل واحده لحال، يعني في اللي هو قلنا لو طلعنا فوق في الثيتا يا شباب قديش؟ ايش القانون تبعها؟ هيو في الثيتا بيساوي ار في ثيتا نود، وار وفي الار بيساوي ار نود. وعندك هذول كله، يعني احنا حلينا المعطيات كلها. يعني راح تاخذ ار نود اللي هي سالب 0.2 هذا للفي ايش؟ ار، والفي ثيتا راح تاخذ الار 0.8 ضرب الثيتا نود اللي هي عباره عن ايش؟ عبارة عن 0.4. تمام، وتكتب كل واحدة لحال، وممكن من بعد ذلك عن طريق الجذر تحسب إيش المحصلة. تمام، وقلت لك هذه طريقة يعني انك تحسب او انك تعبر، يعني اللي هي الاي ار او الاي ثيتا، يعني انه كل واحدة على إيش بتدل. يعني هذا بتدل على المحور اللي هو ار، وهذا بتدل على محور الثيتا. انت عشان انت ما امشي على هذا النظام. تمام يا شباب، اللي هو الفي ثيتا والفي ار. تمام، هل قيتها؟ زي ما احنا قلنا الفي ار بتساوي ايش؟ ار نود. هاي اي ار يعني ايش؟ في المحور ار، زائد
في ثيتا يعني الار في تي في ثيتا نود في اي ثيتا يعني هذا في المحور الثيتا. هذه سالب 0.2 اي ار زائد 0.8 في 0.4 اي ثيتا. لو اجينا شباب حللناها راح نلاقي انه بيساوي سالب 0.2 اي ار زائد 0.32 اي ثيتا متر لكل سكن. تمام، جبت الجذر، اول شيء جبت المحصله وجبت بعدين الثيتا. كيف بدك تجيب الثيتا؟ هل قلت انتبهوا معي يا شباب، هل قلت الجسم اللي هو السلندر وصل لهذه المنطقه، احنا قلنا بعد 4 ثواني راح يكون زاويه قد 137.5، يعني وصل لهذا، يعني هاي السلندر عندك تمام، وقلنا هذه الثيتا، هذه الثيتا اللي هي 137 تمام، وقلنا هاي المحاور راح تكون عندك اللي هو اول محور راح يكون اللي هو الار، محور مين؟ الثيتا. الار قلنا الموجب اللي هو الهان، هذا ار الموجب واللي هيك سالب تمام. الثيتا حسب اتجاه الحركه يا شباب، يعني انت عندك الحركه ماشيه هيك، فالثيتا في هذا الاتجاه هي الموجب وفي هذا الاتجاه هي السالب تمام. يعني هنا الثيتا الموجب وهنا الار الموجب، هنا الثيتا السالب وهنا الار السالب. لقيت شو هون قال له ايش بطلع معنا؟ انا طلع معنا الفي ار قد السالب 0.2 والثيتا 0.32. يعني هي يعني انت لما انت بتحسب الزاويه بدك تيجي توقعها في اي ربع بتيجي مع على حسب انت ايش اللي طلع معك. يعني انت عندك طلع الفي ار سالبه يعني في هذا المحور والفي ثيتا موجبه يعني في هذا المحور، يعني راح تيجي المحصله في هذا المحور اللي هي هذه. يعني هاي السرعة المحصلة تبعتهم. والثيتا دائما احنا قلنا لما تتحسب ثان انفرس اللي هو الفي الفي ار على في ثيتا راح يطلع معك الزاوية اللي مع محور مين؟ الثيتا الموجب، يعني هذا هاي البيتا اللي طلعت مع اللي طلعت قد 32 تمام. لكن ايش السؤال طالب؟ وركزوا معي هذه كلها بس عشان نحدد الاتجاه. زي ما انتم شايفين يا شباب يعني بقل من مهلي حتى من قاعدين من راجع، يعني السؤال صار مشروح اكثر من مره، عشان هيك لازم تكون يا شباب ايش جاهزين ان شاء الله في شابتر 2. هلقيت هذا محور اكس، هو بده في السؤال انك تجيب الزاويه محور اكس تمام. هلقيت هذه الزاويه 137 هي نفسها وين؟ هيا هذه 137 طيب، وهذه الزاوية 90 اللي هي بين أي محورين الآر والثيتا 90، يعني هذه الزاوية 90، يعني 137 زائد 90 زائد البيتا، هيك بقدر أجيب مين؟ الزاوية تبعت محصلة السرعة عن مين؟ عن محور إكس اللي عبارة عن ثيتا زائد 90 زائد البيتا يساوي 260 تمام يا شباب. في أي إشكالية؟ راح ننتقل لإيش؟ للسؤال اللي بعده، للقصدي للتسارع. هلقيت يا شباب لو كان عندي التسارع بدي أحسب نفس الإشي، في عندي قانون للتسارع، في عندي الـ AR والـ A ثيتا. وما عليك احنا قلنا في هذا السؤال الحلو فيه انت بتكتب كل شيء بتجهزه في اول السؤال، فما عليك الا بس ايش تيجي تعوض، يعني الار ثيتا نود ناقص الار ثيتا نود تربيع هذه لمين؟ للاي ار التسارع في اتجاه الار وهنا التسارع في اتجاه الثيتا، بتعوض في القوانين عادي بشكل بسيط بطلع المعادله في الاخر. او قلنا احنا ممكن انت ما تحسب زي هيك اي ار وثيتا، زي ما احنا بنحسب ايش اي الـ A للـ R والـ A للـ theta لحال، بتحسب كل واحدة لحال، بعدين بتجيب الجذر وبتجيب الزاوية. هاي حسبت جبت المحصلة وجبت الزاوية اللي هي 28.1 تمام.
قد احنا فرضنا المحاور كيف يا شباب؟ نرجع كمان مره، انه المحاور عندي في هذا الاتجاه، هذا الاتجاه اللي هو الار، وهذا الاتجاه مين؟ الثيتا. قلنا هذا موجب وهذا موجب وهذا سالب وهذا سالب، تمام. هنش بتلاحظ انه طلع الاي ار والاي ثيتا سالب، يعني سالب وسالب، يعني راح يكون التصارع وين ما حصلته في هذا المكان. والزاويه البيتا اللي احنا حسبناها اللي تان انفرس لمين؟ لابد يكون للاي ار على الاي ثيتا، راح تكون قلنا دائما مع محور مين؟ اللي هي الثيتا، الاقرب محور اللي هي راح تكون البيتا، تمام يا شباب؟ تمام. هل جيتها؟ لو فرضنا انه عندك محور الاكس هيك، يعني لو اجينا هيك، هي محور الاكس موازي لمحور الاكس، حكيته شو بده؟ بده الزاويه هذه. يعني موضوع الزوايا مش يعني غالبا زي ما انتم شايفين، لكن يعني مش هو اللي عليه ركز السؤال. ركز السؤال انك تحسب الحسبه، يعني الزوايا لو انت صار عندك خلل في الزوايا مش مشكله، مش هيكون عليه يعني شيء كبير من السؤال، تمام. فلو انت بدك هذه الزاويه، هذه الزاويه ايش بتساوي؟ الزاويه يا شباب اللي هي من هان لهان زي ما حلينا في السؤال اللي قبل 137، لو نقصنا منها الزاويه من هان لهان، هذه الزاويه اللي هي 90، هذه 90، ولو نقصنا كمان البيتا راح ضل معي زاويه مين؟ هذه اللي انا بدي اياها، يعني الزاويه كلها 137، الالفا الزاويه اللي بدي اللي هي الثيتا 137 ناقص 90 وناقص البيتا بيديني مين؟ الزاويه اللي بتصنعها التصارع مع محور مين؟ اكس. ان شاء الله يكون كل شيء واضح يا شباب والامور تمام ان شاء الله. نستكمل في الجزء الثاني.